اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والدوليه، ونبدا باهم العناوين. المدى 500 الف عامل في القطاع الخاص ينتظرون اقرار قانون الضمان الاجتماعي. الزمان، جهود البحث عن الطيار العراقي المفقود مستمره. العربي الجديد، إيران تختبر بنجاح صاروخا قادرا على حمل الأقمار الصناعية. عربي 21، أردوغان يقول إن الوقت حان لمناقشة دستور جديد لتركيا. العرب اللندنية، ألمانيا تدرس تجديد الرقابة على تمويل المساجد. القدس العربي، جيش ميانمار يستولي على السلطة ويعتقل زعيمة البلاد، إدانات دولية وبايدن يهدد بالعقوبات. الجاردن، قبل 10 أعوام حلم اليمنيون بالحرية فحصلوا على الجوع والموت والعصابات والتدخل الأجنبي. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وننتقل من العناوين إلى المقالات، ونبدأ بصحيفة العرب اللندنية حيث وجدنا مقالا كان في متنه: في مراجعة سريعة لمواقف الزعامات الشيعية الحاكمة في العراق تجاه واشنطن تشير إلى تذبذبهم وفقا لما تمليه سياسات طهران عليهم. لقد اعتقدوا أنهم أذكياء بمراوغة المحتل الأمريكي الذي جاء بهم إلى الحكم في البداية، وإخفاء الولاء المطلق لحكام طهران دون التمييز بين رئيس أمريكي جمهوري أو ديمقراطي، طالما استمرت الرعاية لهم خلال فترة الاحتلال من 2003 إلى 2011، وبعدها غابت الاستقلالية عن تلك الأحزاب، وهي الشرط الوطني الأول لمن يريد تحمل مسؤولية الحكم. مقال كتبه ماجد السام الرائي. لا يستغرب انعكاس الترقب الإيراني بعد تولي جو بايدن إدارة البيت الأبيض على أحزاب الحكم في بغداد، فغابت التصريحات النارية التي رافقت إدارة ترامب، إلا أن الإشارات الأولى من طاقم الإدارة الأمريكية الجديدة خذلت حكام طهران وأعوانهم الذين توقعوا رفضاً سريعاً من الإدارة الجديدة لسياسات ترامب السابقة في العقوبات والنووية التي احتفظ بها بايدن كقاعدة مفيدة لبناء السياسات الجديدة تجاه طهران التي تمارس لعبة الخداع في الاحتفاظ بتحريك أدواتها السياسية للإيهام بأنها حمامة سلام مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وبأن طهران تسعى إلى حوار مع السعودية. ظهرت علامات مسرح سيناريو الوساطة الوهمية في بغداد على شكل رسائل إعلامية بمعزل عن حكومة الكاظمي الذي اكتفى بالتصريح بأن زيارته للسعودية ما زالت قائمة. التنظيرات للسيناريو المتوقع ترسم بلغة غير معهودة على مسرح المنطقة المغادر للتوترات والمبشر بالتفاوض بين كل من طهران وواشنطن، وبينها وبين بغداد، وكذلك بين العاصمتين طهران والرياض. والأكثر دراماتيكية في هذا السيناريو المبالغ به والأقرب إلى خداع العراقيين منه إلى انتظار السلام والاستقرار الذي يريده الجميع، منح بعض الزعامات السياسية المشكوك في نزاهتها مثل هذا الدور المهم. يقول الكاتب أن النظام السياسي في بغداد غير مؤهل لمثل دور الوساطة هذا. إن توفرت عناصره ومبرراته وجدواه من قبل جميع الأطراف بما فيها طهران، والتي ما زالت تحرك أذرعها في العراق واليمن لإثارة الفوضى وقتل الأبرياء وزعزعة الاستقرار، وهذا ما يبعد احتمالية دور الوساطة. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: ما معنى أن تقرر الحكومة مكافأة نواب وأبناء نواب وأعضاء مجالس المحافظات ومجموعة من الذين ساهموا في وضع هذه البلاد على خارطة الدول الأكثر فشلا في العالم بطرح أسمائهم للعمل كسفراء؟ أنا من وجهة نظري، الكاتب يقول، إن هؤلاء أفضل من يمثل العراق في الوقت الحاضر،
فالفشل الداخلي يجب أن تصاحبه وجوه فاشلة تمثله في بلدان العالم. أعدت الحكومة مشكورة قائمة بسفراء جدد لأنها تؤمن أن ابن مشعان الجبوري وشقيق محمد سالم الغبان وجيران عالي صيف وصديق صالح المطلق وأقارب الكربولي ومعهم حاملة لواء الإصلاح ديان دخيل بأن هذه الكفاءات ستحول سفاراتنا إلى ملتقيات سياسية وفكرية تشرح للعالم كيف استطعنا أن ندحر الإمبريالية في عقر دارها وأن نتفوق في الصناعة والعلوم والتعليم والصحة على بلاد السيدة أنجيلا ميركل التي قدمت استقالتها من منصب المستشار واعتزلت السياسة لأن حزبها خسر في مدينة صغيرة، وكيف بإمكاننا أن نصدر طاقات مثل عباس البياتي ومحمود الحسن وعتاب الدوري منذ أن ترك ساستنا المعارضة وجلسوا على كراسي السلطة؟ كان واضحاً للمواطن أنهم لن يتخلوا عن مقاعدهم وأنهم يعدون أبنائهم وأقاربهم وأصحابهم لمناصب جديدة، لذلك تراهم يتقافزون في الفضائيات يتبادلون الشتائم واللعنات، لكنهم يجلسون تحت قبة البرلمان لكي يفصلوا ثوباً جديداً لمؤسسات الدولة على مقاسهم. لم يكتفي سياستنا في هذه البلاد بأن يسيطروا على مؤسسات الدولة في داخلها وأن تصبح المشاريع والمقاولات من حصتهم فقط، بل يريدون أن يعطونا درساً في الانتهازية والوصولية وفي إنقاذ هذه البلاد بحرب تحرير من العراقيين جميعاً. لقد دعا السيد حسن نصر الله الشعب العراقي في لقائه إلى أن يتذكر دائما تلك المرحلة التي سيطر فيها تنظيم الدولة على المحافظات، وتسأل عن موقف الدول العربية والغير عربية من ذلك. وقبل الإجابة على هذه التساؤلات نسأل: ما هو الوضع السياسي والأمني العام لهذه المحافظات في الفترة التي سبقت سقوطها بيد تنظيم الدولة؟ ولغرض الإجابة يجب أن نبين أن هذه المحافظات شهدت حراكاً شعبياً واسعاً ضد السياسة الحكومية الطائفية التي اتبعتها حكومة المالكي ضد المناطق السنية المنتفضة، والتي خرجت في تظاهرات عارمة لأكثر من عام ونصف بصورة حضارية وسلمية وطالبت بحقوق مسلوبة. حول المقاومة العراقية كتب حاتم الفلاحي في موقع مركز راسام للدراسات: إن الذي سهل دخول تنظيم الدولة إلى هذه المحافظات يا سيد وقدم له الأموال والأسلحة وأخرج له السجناء من سجن أبو غريب والتاجي هو المالكي رئيس الوزراء بالاتفاق مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ضمن مخطط كبير متفق عليه بينهما، والذي يتمثل في استخدام القوة المفرطة ضد المناطق السنية وإصدار الأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة بسحب القوات العسكرية الحكومية والأجهزة الأمنية من المدن وخاصة مدينة الموصل بعد أن فشلت هذه القوات في مواجهة بضع مئات من تنظيم الدولة. ثم جاء الانهيار العسكري والأمني في محافظة صلاح الدين بدون قتال يذكر، ثم تلتها محافظة الأنبار حيث فرت القوات العسكرية تاركة الأسلحة والأموال ليسيطر عليها تنظيم الدولة، تاركين الناس لتواجه مصيرها المجهول، ولكي تتهم بعد ذلك بالإرهاب، وليتم تشكيل ميليشيات طائفية تابعة لإيران باسم الحشد الشعبي، ثم تدمر مدنهم وبناها التحتية بحجة استعادتها من تنظيم الدولة بمخطط متكامل الجوانب. يقول الكاتب: الذي حصل يا سيد حسن نصر الله إن الفتوى الدينية استغلت من قبل المالكي وقادة الميليشيات بالاتفاق مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان لتشكيل ميليشيات ولائية مسلحة لحماية النظام الحاكم على أن تكون قوات موازية للجيش الحكومي، حيث استخدمت هذه الميليشيات لتنفيذ المشروع الإيراني في العراق والمنطقة. ما إن تهفت نار فتنة استعرت هنا أو هناك حتى تؤجج غيرها، ولعل قضية مشروع قانون اللاجئين الذي نوقش في البرلمان الشهر الماضي
كانت من أشدها، إذ ما يزال حديث الشارع ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية مستمرة حولها حتى الآن. وتصر الأطراف المستفيدة من مثل هذه المشاريع على طرحها تارة بصيغة وثيقة الجنسية وأخرى بصيغة لجوء أيضا. تقرير وجدناه في موقع يقين نت. فضلا عن التجنيس القانوني الذي تسعى إليه جهات متنفذة، فقد كشف مؤخرا عن عمليات تزوير واسعة في محافظة ديالى لقيود مدنية منحت بموجبها الجنسية العراقية لأجانب، حيث ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية هذه التلاعبات. وقالت الهيئة إن هناك 4333 قيدا مزورا لأجانب منحوا الجنسية العراقية في هذه المحافظة، لكن فريقها المكلف بالتحقيق تمكن من ضبط 1360 معاملة فقط من هذه القيود، كما ضبط الفريق أوراقا وأختاما مزورة لدى إحدى الموظفات وأربعة أشخاص آخرين. ولم تذكر الهيئة جنسيات هؤلاء، لكن مصادر مطلعة أكدت أنهم إيرانيون، إذ سبق لحكومة نور المالكي أن قامت بعمليات تجنيس سرية لأعداد منهم بأوامر مباشرة منه. ونقلت مصادر خبرية عن الصحفي رياض الحمداني قوله إنه منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد، إذ حصل تغيير ديموغرافي حتى عام 2019، مؤكدا أن هذا هو سبب عدم إجراء الإحصاء السكاني العام سنة 2007 و2018 لإخفاء عمليات التزوير التي حصلت، مضيفا أن الأرقام الحقيقية للمجنسين تفوق المعلن بكثير، وأنها كانت تتم بضغط من زعماء الميليشيات على الدوائر المعنية. ولا يقتصر ملف التجنيس على المحافظات الوسطى والجنوبية، بل يتعداها إلى المحافظات الشمالية أيضا، حيث تمنح حكومة الإقليم منذ سنوات الجنسية العراقية لأكراد الدول المجاورة، حيث يتم توطين هؤلاء في مناطق متنازع عليها. تريد حكومة الإقليم ضمها إليه بعد تغيير تركيبتها الديموغرافية، بالإضافة إلى كسب هؤلاء كأصوات في أي انتخابات أو استفتاء مستقبلي. يتكرر مشهد التحضير للانتخابات الرئاسية الجديدة للمرة الثانية على التوالي بعد بدء الثورة السورية وظروف الحرب التي أعلنها النظام السوري على معارضيه منذ عام 2011. وعلى الرغم من تدهور واقع الحال لسوريين كثيرين من مؤيدي الأسد ومن معارضيه، إلا أن النظام عقد العزم على متابعة سلوكه في التغاضي عما آلت إليه ظروف البلاد بعد الحرب التدميرية التي خاضها لاجتثاث الثورة ومطالبها وحاملها الشعبي. حيث يستعد الأسد لانتخابات جديدة مضمونة النتائج منتصف العام الجاري، تبحث روسيا في ملفاتها عن مرشح يلعب دور الكومبارس من بين من تقدمهم للسوريين تحت صفة معارضين، ليس بهدف سحب البساط من تحت المعارض الموعود، بل لقطع الطريق على محاولات شخصيات معارضة تسعى إلى أخذ مبادرة الانتخابات في مناطق خارج سيطرة النظام، والشروع في تنظيم انتخابات متساوية مع الأسد، ليس بهدف إنصاف السوريين، ولكن لتصبح ورقة قوة في يد تركيا لاحقاً خلال المفاوضات المقبلة لمجموعة أستانا لتقاسم حصص ما بعد حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سوريا. ففيما تتعامل روسيا مع اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف على أنها مجرد ذر للرماد في عيون المجتمع الدولي، فإنها لا تخفي مسعاها الحقيقي، وهو لإعادة الاعتبار لمسار أستانا، لأنها من خلاله تستطيع عقد مزيد من التفاهمات لرسم حدود جديدة بين جيوش الحلفاء أنفسهم في أستانا، وفي الوقت نفسه الخصوم في مواقع السيطرة على الأرض. نجح الأسد في الحفاظ على كرسيه وتمرير 10 سنوات بعد الثورة، وفشلت المعارضة في صناعة موقف موحد واحد من مشروع سوريا المستقبل، وقبلت بتجميع مشاريع متناقضة مع بعضها في وفد تفاوضي واحد
تحت مسمى وفد المعارضة في مقابل مشروع واحد متماسك للنظام حدده منذ اليوم الأول للثورة: الأسد أو نحرق البلد. وفعليا بقي الأسد، لكنه أيضا أحرق البلد وأهلها. نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على ما قالت إنها حملة يقودها الاحتلال الإسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهة إلى الدول العربية والإسلامية، لا سيما شريحة الشباب في الخليج. وفي تقريرها الذي أوضحت الصحيفة أن الحملة تقودها وحدة نخبة من المؤثرين على منصات التواصل، تركز على بناء علاقات مع الشباب العربي والمسلم والتحذير من تهديد إيران. موجودة في مقرات وزارة الخارجية، ويعمل فيها فريق يتقن عدة لغات، ويتابعهم الملايين على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام. وزادت وحدة التواصل الاجتماعي من إنتاج محتواها بنسبة 20% منذ توقيع ما أطلق عليها اتفاقيات إبراهيم، وحصدت ملايين المشاهدات مقارنة مع عام 2019. ولكن الوحدة تستخدم القوة الناعمة وتحاول تقديم مفاهيم إسرائيلية عن الأمن، مثل التهديد الذي تمثله إيران وجماعاتها الوكيلة بالمنطقة. وقال يوناتان جونين مسؤول الفريق العربي في وحدة التواصل الاجتماعي إنه تحول مهم، مضيفاً للصحيفة أن عملهم على منصات التواصل لعب دوراً بسيطاً في تعبيد الطريق نحو اتفاقيات التطبيع. وقال: بدون منصات التواصل الاجتماعي لم يكن بإمكاننا الوصول إلى مشاهدين في العالم العربي، لأن إسرائيل لا تقيم علاقات مع معظم الدول العربية، ومعظم الصحافة العربية معادية لنا. هذا الجيش جيش إلكتروني يعمل من أجل التطبيع مع الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، ويستهدف شباب العرب. يشعر سكان المخيمات في إدلب شمال سوريا بقلق كبير من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، حيث تنتابهم مخاوف من أن تغمر مياه النهر الخيم التي تأويهم. وينبع النهر من لبنان ويصل مرورا بسوريا إلى ولاية هاتاي جنوب تركيا ليصب في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن يقطع مسافة قدرها 571 كيلومترا. وشهد النهر هذا العام ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت، والذي طالما شكل مصدر حياة على مدار آلاف السنين الماضية في المناطق التي يمر بها. وأصبح نهر العاصي هذا العام مصدر تهديد بالنسبة لعشرات النازحين الذين نصبوا خيامهم على ضفته بعد أن ضاقت بهم السبل والمساحات. ورغم وجود سد قرقور الذي يتحكم بمياه النهر، إلا أن ارتفاع منسوب مياه جعل من فتح السد أو إغلاقه تهديداً للسكان والأراضي الزراعية المحيطة به. نتابع مع مشاهدينا الكرام بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
بهذا نصل لختام صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير وإلى اللقاء.